تسأل الأخت من من الصم تقول يعني هل يجب عليها أن تقضي الصلوات التي فاتتها مثلا يعني أثناء العملية وتحسبها مثل ما تحسب الصيام يعني إذا أفطرت مثلا في رمضان تقضي الصيام كذلك الصلوات أختي الفاضلة بارك الله فيك الجواب لا فإن الصلاة تختلف عن الصيام فالصائم إذا مرض أو سافر أباح الله عز وجل له بالفطر على ان يقضي بعد ذلك لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى اما الصلاه فلا ولا يجوز للانسان ان يترك الصلاه ما دام العقل موجود والنفس يتردد وذلك لان الصلاه اعظم ركن من اركان الاسلام ولم ياذن الله عز وجل بتركه اختيارا وانما اذا كانت مريضه تحت يعني المخدر العمليه هي نامت وغفلت مثلا أو يعني فترت بحيث أن ما تستطيع أن تصلي في هذه الحالة تقضي مباشرة لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك يمكن تسأليني تقولين طيب هي ما تستطيع تتوضأ بالماء تنتقل إلى التراب تقولين والله منعوها من الماء والتراب تضرب على السرير ضربه هكذا وتمسح وجهها ويديها وتكون هي اذا قلنا بان هذا يمكن ان يكون تيمم على احد اقوال اهل العلم وهو مذهب مشهور فالحمد لله تيممت واذا قلنا بانه ليس بتيمم تكون هي فاقده للطهورين ولذلك ما تترك الصلاه لكونها فاقده للطهورين وانما تصلي على الحاله التي هي عليها لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فبهذه الطريقه بارك الله فيك